أبادلكم اقتناعي الشخصي بأن مختلف السلطات أصبحت بمقتضى الدستور مطالبة بالانضباط بقواعد الحكمة الجيدة، ليس فقط تحت طائلة الرقابة المتبادلة بين السلطات، ولكن أيضا تحت طائلة السلطة المعنوية التي أضحت تفرضها آليات الحكمة الجيدة. وإذ أثير الانتباه إلى هذا الواقع الدستوري الجديد، فإنني أعتبر توسيع مجال التعاون ليشمل باقي هيئات الحكمة الدستورية باعتبارها حارسة ومؤتمنة على منظومة الحكمة خيارا موضوعيا لضمان الاطلاع بفعالية ممارسة السلطة المعنوية القادرة على إحداث تأثير مطلوب في التدبير العمومي. على أن تكثيف التعاون بين مختلف هيئات الحكمة يعتبر كذلك مطلبا ضروريا للتفاعل الإيجابي مع انتظارات مختلف الفاعلين المجتمعيين، تجسيدا لمبدأ التضمينية التشاركية الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للحكمة الجيدة. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أصارحكم بأنه رغم إيماننا الراسخ بأهمية تقديم هيئات الحكمة لتجارب نموذجية في مجال الشراكة والانفتاح على مختلف فئات المجتمع المدني المعنية، ما زلنا نطالب بضرورة إصلاح بعض الأعطاب التي تلقي بظلالها القاتمة على هذا الاختيار الدستوري. وكلكم تعلمون أن العائق الأساس في هذا الشأن يهم نظام المعلومات الذي ما زال رغم المجهودات المبذولة يئن تحت وطأة الانغلاق والتكثم في ظل محيط إداري يتميز بضعف التنسيق بين مختلف قواعد المعطيات، وفي ظل محدودية نظام المعلومات حول الأموال العامة خاصة من حيث مؤشرات الإخبار والتعميم، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة. رغم كل هذه الإكراهات التي نتمنى أن تتبدد مع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالولوج للمعلومات، نحن عاقدون العزم على الاضطلاع بالصلاحيات الدستورية والقانونية بما يقتضيه الأمر من تعاون مؤسسي مكثف وانفتاح موضوعي على مختلف الفاعلين. ولعل من شأن الخطوات التي تم قطعها في هذا المضمار بين مؤسستي الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تشكل لبنة أساسية في هذا المسار التدبيري، نتمنى أن تتعزز بمجهودات أخرى وبانضمام هيئات جديدة تثبيتا لقيم الحكمة الجيدة وتلصيقا لمقوماتها في المشهد الوطني للتدبير العمومي. أجدد جزيل الشكر لكم.